السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات ليلي أند دولوز وورد. قصة الطالب ذو التصرفات الغريبة. تقول مديرة مدرسة في يوم من الأيام: استوقفتني معلمة الصف الأول وعلى وجهها الضيق والغضب والحيرة، فقالت لي: مس نادية، عندي طفل في الصف تصرفاته غريبة معي ومع الطلاب. فسألتها: كيف؟ أين المشكلة؟ فقالت: دائما يمسك وجه الطلاب كل ما يحكي معهم، ولما يحكي معي يقترب من وجهي كثيرا. وأخبرته أكثر من مرة أن يترك مسافة بينه وبين أي أحد يتعامل ويحكي معه، بس ما في فائدة. وبعد نقاش طويل وجبت الطفل وحكيت معه وما استفدت شيء، استدعيت والديه وأخذت الأفكار في دماغي إن الطفل يتعرض للعنف الأسري، وكنت جاهزة أخذ الإجراءات اللازمة، بس أتأكد. لأنا كنت متأكدة وما رح أصدق أهله. ثاني يوم وصل والد الطفل وأمه. الأم كانت تمسك بيد الوالد، وبنفس الوقت الولد شاف أبوه رقد لعنده وأخذ يتحسس وجهه وشعره، نفس الطريقة اللي بعملها الولد مع أصدقائه. قال الأب: لماذا المدرسة طلبتني؟ شو عامل؟ قال الولد: ما بعرف، أنا شاطر. وخبأ وجهه بين إيدين أبوه لعله يشعر بالأمان. وكل هذا والمديرة تراقب الوضع. ثم دخل الأب عند المديرة، وبعد التحية قال الأب: عسى ما شر، إن شاء الله مو مغلبكم معاه. صحيح أنا ضرير، لكن أشوفه بقلبي وعقلي كل دقيقة، وأتابع كل حركاته وتصرفاته. انصدمت المديرة: شو تقول؟ الولد يتواصل مع أبوه بهذه الطريقة، بيعبر عن حبه من مس إيدين أبوه وملمس وجهه. تلعثمت المديرة وقالت: ابنك شاطر واستدعيتك علشان أكرمك، الله يجعله نور البصر والبصيرة. كم نحن جهلة حين نحكم على ظاهر ما نراه ثم تنكشف الحقيقة. هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد، سنعيشها بحلوها ومرها، فلا تؤلم أحدا. فكل القلوب مليئة بما يكفيها، وإياكم وكسر الخواطر، فإنها ليست عظاما تجبر، بل أرواحا تقهر. إلى اللقاء في قصة جديدة.